مرة ما في المداخلة ديالكم عرفت مرسول بأن حزب ديال بي جي دي حزب مخزن الفكري تماما حزب ديال بي جي دي تمخزنة وأصبح من الأدوات ديال المخزن وفقد استقلالية القرار دياله ولا حزب كيتنافس على خدمة المخزن مع الأحزاب الأخرى. يعني هذا الشيء ممنوع يعني بعد التغيير ديال الأمين العام ولا حتى قبل؟ لا هذه المسألة كانت قيمة كتعرف الأمين العام كان يقول لي أنا معاون ديال الملك وأنا ماشي أنا اللي كنحكم أنا غير كنطبق وبالتالي كان خدام خادم ديال المخزن. إذن في نظرك علاش تم يعني الإطاحة به؟ هذا هو المخزن كيتخير على من يخدمه أكثر اللي بغى يبدأ يخدمه ولكن مرة يزلق ليه شي هضيرة ولا شي حاجة ما عنده ما يدير به لأن كاين وحدين أخرين مستعدين يخدموه بلا ما يقولوا الهضرة وأما اللي يخدم ويقول الهضرة ما عنده ما يدير به مستعدين يخدموه بلا ما يقولوا الهضرة أحسن راه موجودين. أستاذ إبراهيم يعني اليوم كانت واحد النقطة خلافية بين الحزب ديالكم والتحالف يسار اللي هي العدل والإحسان جماعة العدل والإحسان شنو هو التعليق ديالكم؟ احنا المسألة طبيعية تكون خلافية احنا تنقولوا أنه احنا ما تنقولوش بأنه غنديروا معاهم التحالف لأن هذه المسألة باقي ما عندناش فيها ما يكفي من الوضع تانيين باقي ما كنعتبروهمش قوى ديمقراطية كنعتبروهم قوى حية مناهضة للمخزن لذلك احنا شنو تنطرحوا في العمل معهم تنطرحوا اولا باعتبارهم كاينين وباعتبارهم كانوا في حركة 20 فبراير نديروا علاقة ديال عمل ميداني بحال اللي كان في حركة 20 فبراير في اطار النضال ضد المخزن ثانيا نديروا معهم حوار عمومي على اننا نتذاكروا على طبيعة الدولة على طبيعة العلاقات على العلاقة ما بين الدين والسياسة على العلاقة على المرأة على عدد القرارات عدد المواقف اللي نشوفوا إلى أي حد عندهم مواقف فعلا حقيقية ويمكن يشهدوا عليهم الناس. أستاذ إبراهيم الحزب ديالكم يعني حزب يساري ولكن مازال ما لقاش راسو في الشارع يعني مازال دائما السؤال اللي كيوجهوا الرأي العام كيقول لك ما عندوش واحد الشعبية وفي الحقيقة الأحزاب اليسارية كاملة لأنه أولا إحنا استمرينا لأنه كانت واحد الحركات يسارية مشات نظرا طبيعة البطش المستمر وعملية الاجتتات الممنهجة ديال المخزن اللي باقى إلى اليوم كاين تضييق على الدروع اللي كنشتغلوا فيها بما فيها الحركة الحقوقية الحركة النقابية وكاين تضييق علينا إحنا كاين واحد العدد من الفروع اللي ما عطينهمش وصل الإيداع وكاين تضييق علينا في هذه القاعة هذه اللي احنا فيها طلبناها الأسبوع اللي فات وعطاونا الترخيص ورفضوه باش نديروا الذكرى ديال الشهداء ديالنا وبالتالي المخزن كاين ولكن احنا بالمرصاد احنا كنشتغلوا باش تكون عندنا ميزان القوى ونديروا الغلاس الشعبي الضروري باش نلعبوا الأدوار ديالنا كاملة ولنا ثقة في المستقبل وفي الشعب ديالنا. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.